السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طيب الحمد لله، يعني الصوت واضح اهو مسموع. كل سنة ايوه وانتم ايوه طيبين، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك. طيب والشاشة باينة يا جماعة؟ حد يطمني، الشاشة باينة؟ هي أيوة يا باينة يا دكتور، دكتور شوف زهرة. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايفة النهاردة الناس مأجزة كلها معايدين بقى، محدش حاضر يعني. أوكي طيب، بسم الله. طيب كيس نمبر 1، مين معايا؟ أوريك الصورة. ها مين معايا؟ طيب الصورة اهي سهلة اهي. مين معايا؟ مين؟ دكتورة سلمى؟ يا دكتورة سلمى. ريم؟ مين حد يتكلم؟ هيا يا جماعة، في حد هيشترك معايا في الحالة؟ طيب دكتور حيدر، انتوا على طول بتقفلوا اول ما نادي على اساميكو. طيب 27 years old pregnant female، ده last trimester بتاعها، و she developed those lesions. هي سهلة خالص اهي، 3 weeks ago this was her second pregnancy و lesions were itchy. تمام، اما نقرب شوية، lesions around the umbilicus، ده close up view لل lesions، closer up كمان، وال lesions على ال forearm. مين معايا بقى؟ ده بيرفكت جسمس بيرفكت بيونس. جسم. الاسم ايه معلش يا دكتورة؟ ايه أنا وفاء. دكتورة أنا وفاء، وفاء. ازيك يا وفاء، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد طيب لله اوصف تمام. لنا الليجنز، هي صح، مضاد سريع. اوصف لنا الليجنز اللي موجودة الأول. أكيد. طيب برافو. أرتيكيتد أرتيكيتد ليجنز. برافو. تمام. ال أرتيكيتد ليجن اتش فيري اتشي بتبقى. تمام. اتش دي، انا قلت لك اتش. في حد تاني جنبه طفل، نعمل له ميوت. ها اتفضلي يا وفاء، اتفضلي. بس اما اقرب لك الصورة. ها الديستريبيوشن. ايوه دكتورة وفاء، معلش الميكروفون كان مقفول. معلش ايوه ولا الميكروفون يهمك. كان مقفول يا دكتور. بقول دي articulated lesions، والمميز فيها بالميفيجاس جسس يونس انها بتيجي عند عند الامبليكس، الامبليكس وحاجة اكتر. تانية كمان انها جاية في السكند ايه second بريجنسي، وانها جاية فين؟ second trimester بالظبط بتاع كده، ال ان هي pregnancy. جاية في ال last trimester، second او last. تمام، وانها ده ما جاتش من اول pregnancy، جت من second one. تمام، most probable يعني. اوكي طيب، والليجنز اللي هنا لو هنوصفها، خلينا نقرب دي احسن. ده برضك articulated يعني لايك lesions. ليجنز اهي، تارجيتويد. تمام، يعني في تارجيتويد ليجن اهي، تارجيتويد ليجن اهي، تارجيتويد targeted. صح. تمام، حتى ايفن اللي على الابر فور ارم او اللور فور ارم، سوري، دي شكلها تارجيتويد خالص. يعني في تنسبولي تنس بولا اهي، كمان، بس في في برضو تنسبولي. الليجنز دي يعني دي تارجيتويد اكتر منها في ستاركيو ارتيكيتد. بس صحيح. الاكتر الاكتريه هنا تارجيتويد. طيب اوكي، طب احنا ممكن نحط ديفرنشال ايه غير الهربس ديفيسيشنس؟ ممكن تفكر ما بالبولس هو من بولس مين فجويد. في جويد ان بريجننت. ماشي اوكي طيب تمام. ممكن او عارف، بس مش في البريجننت. دراج ارابشن. طيب ممكن بالظبط. طيب الحاجه دراج التانية ممكن ارابشن. نفكر فيها ان هي تكون ايه، دراج اندوست. تمام، اي ام سكندري لدراج او هيربس مثلا. اوكي، عشان التارجيتويد ليجنز اللي موجوده دي.
تمام. انما هي طبعا موسلي هيربس جيستيشنس، واللي يخلينا نفكر في الهيربس اكتر، الهيربس جيستيشنس اي مين او البيمفيجويد جيستيشنس، ان هي جايه في بريجننت فيميل في اللاست ترايمستر، وانها اتشي، وانها عامله ارتيكيتد ويلز او يعني ويل لايك ليجنز وايه واي ام لايك ليجنز، وانها ايه جايه على الامبلايكس، والموضوع بقى ايه التنس بولي اللي موجوده دي. اوكي طيب، وان الميوكس ممبرين از فري. تمام، كان المفروض تساليني الميوكس ممبرين اخباره ايه، هقول لك الميوكس ممبرين از فري. تمام، عاده ما بيبقاش فيه ليجنز في الميوكس ممبرين. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي المفروض نعملها بقى يا وفاء عشان خاطر يعني نبقى اشورينج الدايجنوزس، خلاص نبقى 100% يعني شور ان دي هربس جيستيشنز؟ بنعمل بايوبسي وبنعمل اميونوفلورسنس، بتبقى سي 3 100 واي جي، وكمان في الاي جي اي جي يعني هنعمل انتيبوديز دايركت وان دايركت اجينست. اميونوفلورسنس، صح كده بالظبط، مع دايركت وان البايبسي دايركت. العادي، البايبسي الباثولوجي العادي اللي هو الاي ام. سوري، يعني هنعمل ايه، بايبسي واميونوفلورسنس. البايبسي قولي لي ايه اللي انت شايفاه بقى في الباثولوجي. هنشوف هنشوف كليفت، سب هعرف بقى ابيدرمال هلاقي كليفت، الانفلاماتوري انفلتريت تمام، ايسينوفيلز. طيب هل ده في كده هيخليك الايزنفيلز. تقدري تحلفي ان ده بيمفيجاس هيربيتي فورمز؟ لا ما اقدرش، طب لازم ايه اعمل الحاجات التانية لا اللي ممكن لو ما انت اقدرش، شفتي لازم مرضى اعمل داخل immunofluorescence. الدايجنوزس او الديفرنشال، لو انت ما عندكيش الهيستوري، كلينيكال هيستوري، بس هنفكر شايفه على السلايد دي، هتحطي ايه؟ هفكر بالبولس بيمفيجويد، وفكر برضو بروفيري كاتينيا طاردة بروفيريا في جسم كاتينيا ابيديرمال طاردة. كليفت، لا انا كده هزعل يا وفاء، هقول لك يعني مش هزعل قوي، ليه يعني ولا انت مش قوي، بتقولي بس عشان لا مش قوي، هي عشان لا. ستونينج ايوه كده، بتبقى صح مفيش وما انفلاماتوري يبقاش في سيلز لانها انفلاماتري سيلز. ميتابوليك ديس اوردر، صح كده؟ ما ينفع، هي سايلنت. ماشي. انا بس لا قلت ناحية انا دلوقتي الكليفت، عايزه اللي انت انا شايفاه ده قلت ناحية الليفل مع الليفل يعني بتاعت الكليفت. ابيديرمال بولا وذ ايسينوفيلز، هتفكري في ايه غير البولس بيمفيجويد والهربس جيستيشنز؟ ممكن يبقى ايه كمان اللي بيتكلم ده يقول حاجه؟ سكت اهو. ماشي وفاء، قولي انت. ما تمشيش دراج، ما تمشيش انسكت، لا تمشي تمشي دراج عشان الايزوفيلس، لا تمشي تمشي انسكت دراج كمان. عشان الايزوفيلس اوكي، موجودة يعني كتير. الكلام ده كله هيمشي في بس لو انت ما خدتش الايه الكلينيكال، انما لازم يبقى فيه كلينيكو باثولوجيكال كوريليشن. تمام. طيب الاميونوفلوريسنس، الاميونوفلوريسنس يا وفاء، معلش اللي بيتكلم ومش بيشترك معانا يسكت. اتفضلي يا وفاء. برافو، أخذ لينير على لينير البيسمنت ميمبرين زون ماشي، اميونوفلوريسنس اللي هو هيبقى سي 3 واي جي جي. برافو عليك، انفلورسنس على برافو السي عليك، 3 واي جي جي هيكون. تمام. طيب يبقى هي هيربس جيستيشنس او بيمفيجويد جيستيشنس، وطبعا احنا كلنا عارفين ان بيبقى فيها جيناتيك لينكج بالاتش ال اي دي ار 3 ودي ار 4، تمام، بينما البولس بيمفيجويد بتبقى اتش ال اي دي ار دي كيو 3، تمام، وان هي ريليتد للانتيجين بيبقى موجود فين في البلاسنتا، تمام، وان ممكن تبقى اسوشيتد باذر كونديشنز اوتو اميون ديزيز زي الايه الانتي ثايرويد انتي بوديز او يعني الهايبر ثايرويدزم، تمام، ممكن انيميا، ألسرتيف كولايتس، توكسوبلازما، ايزينوفيليا was detected in 17% of patients، يعني blood ايزينوفيليا مش بس tissue I mean، تمام. ولو احنا بنتكلم على الدروباكس للنيونيت، 61% منهم ما بيبقاش فيه مشكلة، بس 3% ممكن يبقى فيه complications في الفيتس اللي هي الانتريترين growth retardation low birth weight يعني، او انتريترين fetal death، وده يعني مش common rare زي ما قلنا 6% او 3% كل الايه القصة، وممكن يجي يتولد البيبي بولس ليجنز على السكالب وعلى السولز، وبعد كده بتخف ايه تدريجيا لوحدها. اوكي، لانه بينزل بالانتي بوديز بتاعه المادر، ولما الانتي بوديز دي تبقى كونسومد خلاص الدنيا ايه بتتظبط. طيب ايه المانجمنت بتاعها بقى يا وفاء؟ هي هتاخد كتير سيستميك كلام. كورتيكوستيرويد، طيب بريدنيزولون، الكورتيكوستيرويد ممكن توبيكال توبيكال ولا لازم برضه سيستميك؟ كورتيكوستيرويد. هي لو الحاله مايل هتاخد توبيكال، برافو، هي هي لو الحاله بتاعتنا دي الحالة مايل سيفير، هتاخد تمام، بس توبيكال، لو لو سيفير الحاله هتاخد مايل سيستميك. اوكي شويه ارتيكيتد خلاص ويلز بس، ممكن نبتدي بايه؟ بتوبيكال، بوتنت توبيكال ستيرويد ويل بي مور ذان انف،
بس لو طب هي اكستنسيف زي الحاله بتاعتنا دي هنحتاج ان احنا ندي سيستميك، والسيستميك ستيرويد السيف خاصه ان احنا بنتكلم ما على الليت بنصحش. تراينستر. تمام. هندي الدوز بتاعته كام بقى؟ النص لواحد بالجرام. النص بالظبط. لواحد هو يعني بالجرام. الماكسيمم بيبقى من 40 ل 60 مللي جرام بير كي جي، من 40 ل 60 مللي جرام بير داي، سوري. تمام. طيب هنوقف عند الليبر ولا هنكمل وفاء؟ معلش تاني سؤال يا دكتور. هنوقف ساعة معلش تاني السؤال الدليفري يا دكتور. عند الليبر ولا هنكمل لها بعد كده؟ لا هنكمل ليه بقى؟ عشان وارد يحصل لا هنكمل عشان وارد exacerbation يحصل during the perpetuium. يبقى common الأنتيبادز ان احنا أولا. نلاقي ال exacerbation during perperiom، فالمفروض انها تكمل لغاية ال end of perperiom at least، وبعد كده نبتدي نسحب تدريجيا ونشوف الدنيا فيها ايه. في ناس ممكن تطول عن كده وفي ناس بتتحسن، خلاص بعد كده الدنيا بتبقى ايه ممكن تبقى حتى calm. ريكرنت مع الاورال واكيد هتاخد ممكن تبقى حتى انتيهيستامينك ركرت مع كمان. ايوه الأورال في كونتراسبتيف البريكوشنز بقى بتاعت المذر دي برضو. after we treat her، ان احنا المفروض نعرفها ان هي هتتكرر في كل بريجنانسي، فلازم تعمل كونتراسبشن، والكونتراسبشن ده ما يبقاش هرمونال. تمام. ده this is very important. طيب احنا ممكن يبقى لو في الحاله بتاعتنا دي هندي سيستميك ستيرويد، بس لو مايل كيس ممكن topical potent ستيرويد is efficient، والدوز بتبقى من 20 ل 60 مللي جرام، ولازم تكمل during perperium. تمام. لغايه after delivery كمان، بعد الدليفري وبعد البيربيريوم. والريتوكسيماب از ذا ثيرد لاين اوف تريتمنت بعد، لو احنا مش هناخد الستيرويد ومش هناخد الازاثيوبريم. تمام. كان بي ادمنسترد للبيشنت بيكوز اوف بس افتر ديليفري. تمام. مش during pregnancy. لو احنا مش نافع الستيرويد during pregnancy، يبقى السكند لاين ريتوكسيماب. تمام كده البيولوجيك. طيب وقلنا ان احنا الفيوتشر بتاع المذر دي لازم تبقى فاهمه الايه الاوتكم بتاع المشكله بتاعتها، وان هيحصل فلير اوتس مع each pregnancy وممكن كمان pre menstrual، وان هي لازم تعمل contraception و non hormonal. تمام. وان لو حصل pregnancy تاني او هي she needs to get pregnant again، ما عندهاش يعني babies enough ومحتاجين ان احنا نجيب كمان baby، هيبقى في follow up from the beginning of the next pregnancy by a dermatologist and a gynecologist، وده ده mandatory. تمام كده. مين معايا بقى في الحالة التانية بقى؟ كفاية كده على وفاء. صح صح ولا لسه الكعك كابس عليكم ولا ايه؟ ها يا شباب، حد تاني بقى؟ دكتورة حسناء، حسناء نصيف. ها حد يا جماعة يشترك. طب اوريكم الصورة، اوريكم صورة. ماشي. مين معايا بقى؟ طيب فاطمة، دكتورة فاطمة، فاطمة عصمت. ايه يا شباب؟ ايه؟ حد يتكلم يا جماعة، البتاع هيفصل واحنا لسه مخلصناش الحالات. ها انا مع حضرتك يا دكتور. ايش يا وفاء، انا مع ممكن حضرتك يا يا وفاء دكتور. ولا ايه؟ طيب this nice girl 6 years old، كانت يعني انا شفتها في 2004، دلوقتي احنا 2024 وبرضه في شهر 4، يعني دلوقتي تقريبا عندها 26، مش تقريبا عندها 26 سنه. she presented at that time with those lesions. كان عندها since early childhood no history of consanguinity. نشوف بقيه الايه الصور بتاعتها. تمام كده على dorsal of the hands closer view closer up view. هاي وفاء، الأول وصف لنا الليجنز. شايفة شايفة إريثيما ماتيور تقريبا أو بابيول هي مش دي واضحة، كراستيشنز، وفي عندي هي دي إكسكريشن كراستيشنز. اه يا وفاء وفيزيكالس صح، ممكن مرفشرة. تقصدي كراستيشن في فيها رابشر. غالبا كان في في فيزيكالس يعني حصل لها لما بنقول رابشر بولي يعني. كراست يبقى كان في ايه هنا؟ فلويد. فيزيكالز فيزيكالز او بولي، يعني في فلويد. تمام. فيزيكالس والبولي دي او ورفش الفيزيكالز حصل دي لها كان ديب رابشر. انف انها تسيب سكارينج بيهايند اهي، يعني ده الاولد ليجنز سابت وراها ايه سكارينج. برضو مش واخده بالك من حاجه تانية؟ سابيدرمال. يعني هي هي سابيديرمال. تحت السب برافو عليك، ابيديرمال. انها عشان تسيب سكار لازم تبقى ايه عدت الديرمو ابيديرمال جانكشن. وعندنا على الفيس وعلى الدورس اوف ذا هاندز اهي برضو الايه ليجن اهي، وسايبه سكار اهو. تمام. لو تاخدوا بالكم
تمام. حتى في areas denuded لسه يعني ايه ما عملتش healing، اوكي زي دي دي مثلا، ميليا صح؟ وزي ايه بالظبط، وفي ميليا اهي في ميليا صح؟ واهي، بس هي الصورة في مش شوية ايزي شوية، فانا ميليا، عارفة انها ايه النقط البيضاء كده بالظبط كده. تمام. طب ايه النقط رأيك بقى في الديفرنشال البيضاء كده، بتاعك في ايه نقط او بيضاء كده في انا فكرت في البروفيريا. برافو. اي نوع أنا فكرت بالبروفيريا. ممكن تبقى الكونجنيتال بروتوبروفيريا. ممكن تبقى الكونجينيتال بروتوبروفيريا يعني ماشي، بس في حاجة تانية ولا مش قوي؟ برضو من البورفيريا. طيب ماشي، ايه تاني غير البورفيريا اللي هي الايه اريثروبويتيك بروتوبورفيريا يعني تقصدي؟ الكوتينيا طار ده ما تمشيش معاكي؟ تمشي بس السن هي يعني بتبقى مع سن بيمشي، بس السن هي وفي تو تايبس يعني بتبقى مع سن. مش واخدة في بالك من حاجة كونجنيتال، اللي هي عارفة؟ بس مش يعني يعني تبقى كومن مركمة في في الأدر. هنا هايبر تريكوزس. لا تمام، انا شايفة بس عايزة الهايبرترايكوزس. شوفي هنا في ميليا كمان في الفيس. تمام، البولي اكترها كانت هيموراجيك، عشان كده حتى الكالر بتاع الكراست لونه براونيش ريد كده. اوكي، فهي هيموراجيك بولي اند فيزيكلز موستلي افكتنج ذا ايه السان اكسبوزد ارياز اللي هي فوق الفيس والدورسو اوف ذا هاندز. تمام، الارياز بس الاكسبوزد. تمام، ومعاها زي ما احنا شايفين هايبر تريكوزس، سوري معلش هايبر تريكوزس باين قوي. تمام، وهي early يعني started early in childhood. فاحنا هنحط الاثنين congenital erythropoietic protoporphyria والبورفيريا كتانيا تاردا. طب ممكن نحط حاجة تانية لو ممكن احنا مش عارفين الهيستوري وبس شايفينها في الفوتو ممكن اكسبوزد نفكر areas، بال يعني مش عارفين انها started early، ممكن نفكر في البوليمورفس مثلا، صح؟ هيدروبوليمور. بوليمورفس لايت ايربشن، فوتو توكسيك ديرماتيتس، فوتو الرجيك. تمام، واللايبويد بروتينوزز اللي هو قريب الايه كونجنتال اثروبويتيك بروتوبورفيريا، والهيدروا فاكسيني فورمي. تمام، بس الهيدروا هتيجي في اوقات معينه اللي هو في وقت الايه السبرينج وتزيد، مش هتيجي ايه all the time كده whenever she سبرينج. exposes herself to sun، يعني ما يعني مش accepted قوي. طيب يبقى الهيستوري بتاع العيانه هيخلينا restricted اكتر ليه الكونجنتال اريثروبويتيك بروتوبورفيريا والبورفيريا كتينيا تاردا وممكن اللايبويد بروتينوزس. بس اللايبويد احنا ما عندناش الايه البيدد مفيش بابيولز اللي بتبقى عند الايه مفيش الايلد، الفيزيكالز. وانا ما قلتلكيش ان في هورسنس. تمام، في الفويس، فهي القصه كلها ايه بس الايه البولي والفيزيكلز، مفيش انا اني اذر ايه مانيفستيشن، وهي بس في الفوتو اكسبوز ارياز. طيب احنا هنحتاج نعمل ايه بقى عشان ناكد الدايجنوزز، نشوف الكونجنتال اريثروبويتيك بروتوبورفيريا ولا بي سي تي ولا ايه نظامها بالظبط، ولا لايبويد بروتينوزز ولا ايه؟ هندور على البورفرين في الستول واليورين برافو، هندور على وهنعمل البورفرين بايوبسي في بس الستول واليورين سيمبل. طبعا البايوبسي مش هيفرق لنا التو تايبس اوف والأبسس بروتوبورفيريا، والبيوبسي اوكي، برضه. بس اليورين والستول هيفرق لنا. تمام، ازاي بقى قولي لي؟ يبقى فلوريسنس على الويب سلايد، اوكي، بيبقى فلورسنس على فلوريسنس الويب سلايد. بالويب سلايد، يعني و التايب اوف يعني الساين اللي موجود، وفين بقى؟ الفلورسنس هل هو في برضه، الستول بس وبرضه ولا في البورفرين نفسها، اليورين برضه البورفرين ولا في نفسها بوث نلاقيها. ولا في البلاد؟ تمام، في الاريثروبويتيك بروتوبورفيريا مين اللي هيبقى افكتد؟ البلاد. تمام، الار بي سيز هي اللي هتعمل فلوريسنس. تمام، يعني اليورين والستول مش هيبقى فيهم مشكله. معايا مساء؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام، فاحنا هنا السي بي سي طبعا هي مع حضرتك يا المثاليه. دكتور. تمام، الليفر فانكشن تيست، رينال فانكشن تيست، يورين اند ستول اكزامينيشن فور بريفرنس، والبايوبسي. البايوبسي اهو بقى قولي لنا ايه اللي فيه بقى. عندنا سبق بالدرب الكليفت ايوه بقى، without شفتي بقى الفرق؟ infiltrary cells. سنت سبحان الله، يعني سبق جات لي بالدرب فيه على طول. الكليفت without اكسيتي infiltrary cells. سايلنت بولا، سايلنت بولا. تمام، والفيستونينج وفي اهو ستونينج. اللي هو ان الايه البريزيرفد سايلنت بولا. بارت من الديرما بابيلي موجود على في الاريا بتاعت الكليفت، يعني نحس ان كانه لسه في ديرما بابيلا موجوده هنا اهي. تمام، طيب اوكي، اليورين اكزامينيشن ده بتاع العيانه دي. تمام، وانا جايبه لكم حاجه فور كومباريزون، المفروض بيبقى لونه ازاي وهو عامل ازاي. اوكي، التانية دي بقى الحقيقه جايبها من على النت، ان هي المفروض بيبقى ده الفلوريسنس اللي احنا بنشوفه في اليورين compared للنورمال يورين. تمام، فده الايه الكالر بتاع اليورين بتاعها اللي هو يعني زي لون الشاي كده او العرقسوس. انت لسه طالعين من رمضان اللي بيحبه، انا ما بحبوش الحقيقه ولا بقبله، بس يعني اللون بتاع الشاي او العرقسوس ده
اللي هو اللون بتاع اليورين في العيان بتاع البورفيريا كيتانيا تاردا اللي هيبقى يدينا الريد فلوريسنس ده مع الووز لايت. طيب يبقى هي بورفيريا كيتانيا تاردا هي جروب طبعا اوف ميتابوليك كونديشنز. البي سي تي هتبقى كوز باي ديفكت فين؟ في الليفر انزيم يورو بورفيرينوجين دي كربوكسيليز، تمام؟ وده هيرديتري، في منه ان وان ثيرد اوف بيشنتس بتبقى هيرديتري، فتبقى سينس ايرلي تشايلد هود، تمام؟ ويبقى يوجوالي ذير از فاميلي هيستوري، بس مش شرط يكون في كونسانجوينيتي، لان قلت لكم ان ايه ما كانش في كونسانجوينيتي. الحاجات اللي بتبقى بقى اكوايرد او بتيجي في الليت ايج بتيجي في الفورتيز او الفيفتيز، في الميد ايج يعني ميدل ايج، وده بيبقى سببه الالكوهوليزم. يعني انت عملت كونسامشن للانزيم في الليفر باي هيباتيك بروبلم، سواء بقى عملت كونسيوم الكحول او عندك هيباتيتس بي او سي او الايرون اوفرلود باي هيموكروماتوسيس، او الناس اللي بتاخد الفيميلز بتاخد اورال كونتراسبتيفز فعملت الهرمون دامج للليفر، يعني اي حاجه هتافكت الليفر. وطبعا في السودو بورفيريا كيتانيا تاردا اللي بتيجي نتيجه الرينال داياليسيس، تمام؟ كل الكلام ده ايه اكوايرد. طب ايه السكين مانيفستيشنز بتاعت البورفيريا كيتانيا تاردا؟ في عندنا فوتو سنسيتيفيتي لسه لازم متكلمين عليها، الاذر فيتشرز اللي هي ايه سلو تو هيل كراستد ايروجنز اللي زي ما شفناها كده لانها سب ايبيديرمال، فلويد اور بلاد فيلد بلاسترز، بوست انفلاماتوري بيجمنتيشن السيس والميليا زي ما وصفت، انكريس سنسيتيفيتي تو سان يعني فوتو سنسيتيفيتي، والسكليرودرما لايك تشينجز دي لازم تحسها بقى مش في الصوره، تمام؟ بالاضافه للهايبرتيكوزس. كاركترستيكلي اليورين از داركر ذان يوجوال، ويبقى لونه زي ما قلنا ريدش اور تي كالرد هيو. طيب الدايكنوزس طبعا احنا ممكن بالسكين بايب زي ما عملنا، وبالاكزامينشن لليورين باي وودز لامب، وان احنا بندور على الانزيم انلايز ذا انزيم في الايه في البلاد وفي اليورين وفي الفيسز. البريزنس اوف اليفيتد ايزو كوبروبورفورين ان ذا فيسز از دايجنوستيك، تمام؟ بس ايه الحاجات التانية بقى احنا لسه قايلينها مفيش داعي نكرر كلام نفسي. المانجمنت موستلي ان احنا وي هاف تو بروتكت، ايوه تو بروتكت ذيس بيشنت اجينست سن افويد، ان هي الكلوذنج الكويس تلبس على طول حاجات بكم طويل مغطيه رجليها مغطيه ايديها، ممكن برضو لو ايه تلبس جوانتي ولا حاجه، اوكي؟ والسن بروتكشن سواء بقى لوكال او يعني توبيكال او سيستميك، اوكي؟ والفيني سكشن، فيني سكشن ده تريتمنت اوف تشويس اذا ما كانش العيان عنده مشكله، لو اولد ايج او عنده انيميا او كده اتس بيتر تو بي افويدد، وهنعتمد بس على الهيدروكسي كلوروكين بس. الفيني سكشن بيتعمل تقريبا نص لتر كل اسبوعين لاربع اسابيع لغايه ما الايرون ستور يقل ويرجع للنورمال تاني، تمام؟ واحنا عندنا فرق طبعا قلنا ما بين الهيموجلوبين والفيريتين ليفل لغايه ما الفيريتين نفسه يقل في الايه الليفل بتاعه يرجع للنورمال، تمام؟ طيب نيكست كيس بقى، وارجوكوا حد تاني غير وفاء عشان احنا هريناها حرام، والبنت ما شاء الله شطوره. حدش تاني فولنتير؟ اوريك الصوره سهله اهي، ها؟ اي حد بقى غير دكتوره وفاء؟ طيب دي 32 years old female ال patient with this mass of almost 20 years، بقالها تقريبا بعد وهي عندها 12 سنة asymptomatic بس بتكبر في الحجم. What do you think؟ طب ما في حد شاطر؟ ايوه يا سارة اتفضلي. طب يوصفيها لي الأول. لا علي صوتك يا ساره من فضلك. سوفت يعني سوفت دي انا اقولها ماشي سوفت ليجن بيدانكيليتد فانجيتنج مالتي فانجيتنج جريب ريفورم سكين كولرد، صح كده؟ ماشي ماس جايه فين على البطك، اوكي؟ قلنا اسيمتوماتيك فهي ايه ده الوصف بتاعها، تمام؟ فهنحط لها كذا حاجة ممكن منها نيفس ليبوماتوزس. طيب ايه تاني؟ ممكن كونكتيف تيشو نيفس سامبل يعني ليبوما، واي نوت ايسوليتد بلكسيفورم نيوروما، كل الحاجات دي ممكن تتحط يعني، تمام؟
انا معاكي ان هي انت لو حسيتيها هتلاقيها سوفت، هتفكري في نيفاس ليبوماتوزس، بس المفروض ان احنا هنحط ديفرنشال يعني قبل ما ايه ما ناخد لها البايبسي. وهتوصفي لنا بقى ايه اللي احنا شايفينه هنا في البايبسي، which is very characteristic. اتفضلي دكتورة سارة. نافي مكتل ناتف اكتشلي فات طبعا سيلز نافي موجودة فين؟ اكتشلي ناتف اكتشلي في الابر ديرمس، تمام؟ يعني هي دلوقتي في اهي في الابر الدرم ديرمس، المفروض الفات ده بيبقى موجود فين؟ سبكتينيوس تيشو. اما يطلع هنا دي ملهاش غير حاجه واحده، السبكتينيوس تيشو نيفاس ليبوماتوزس سوبرفيشياليس، تمام كده؟ فبس عشان تبقوا عارفينها ما تلخبطوش فيها تاني، اهو كلوز اب فيو برضو تمام الفات سيلز موجوده في الابر ديرمس. طيب يبقى هي نيفاس ليبوماتوزس سوبرفيشياليس، والتريتمنت طبعا اكسجن في كلاسيكال تايب وفي سوليتري فورم وكده. الكلاسيكال يعني اكتر بيبقى مالتيبل ليجنز، والسوليتري فورم زي اللي احنا شايفينها دي وبتبتدي متاخر شويه، ممكن تبتدي ايه از سنجل نودولار ليجن with no particular predilection site. طيب والتريتمنت طبعا زي ما قلنا اكسجن طالما هي مضايقاها وكبيره قوي في الحجم كده. طيب دكتوره ساره معانا برضو حاله كمان سهله سهله. اوكي ايش يا جماعه. طيب دي 28 years خدمة old حضرتك lady دكتور عندها معانا. الليجن دي on the left leg of 3 months duration و increasing in size painful و as claimed يعني by the patient ان هي painful وان هي بتزيد في الحجم، بس هي صورة واحدة للأسف. What do you think؟ الأول يوصفيها لنا كده ايه المنظر ده اللي احنا شايفينه ده عبارة عن ايه؟ well-defined lesion. well defined برافو هنا annular حتى ال-defined قولي اوكي. lesion مركز البابلم، عامل وفيها evaluation papules في مركز البابلم شوية البابلم ولها وركز distribution شوية معين البابلم البابيوز دي. إن هي مش واخده follicular distribution، ركز مع بعضها. مش حاساها واخده follicular distribution. خلوا بالكوا لو الرابط فصل هندخل على نفس الرابط تاني، هي of follicular distribution يعني. ماشي طيب اوكي. طيب what do you think بقى؟ اوه خلاص ماشي معلش ماجوكي او بروبوبلاستومايكوزز، يعني هي هتبقى حاجه فانجل، تمام؟ ليه؟ اولا هي واخده ايه انيولر ديستريبيوشن باينه قوي، تمام. الحاجه الثانيه الفوليكولر ديستريبيوشن، ولو خدتي بالك ان البيشنت دي عامله شيفنج وهي يعني شي از يانج، فريكرنت شيفنج اللي بيحصل هو اللي عمل لها ايه انتروداكشن للفانجس انتو ذا هير فوليكل بينيث ذا ايه ذا ادمز ايه بيعدي ايه عشان خاطر يعمل الماجوكي جرانيوما. المفروض الدرماتوفايت بتبقى سوبرفيشال انفكشن، صح؟ ايه اللي يخليها تعمل ماجوكي جرانيوما لما تعدي ايه الادمز فرنج، الحته اللي هي خلاص الكيراتين خلص عندها ووصلت لغايه ديب انتو ذا هير فوليكل فعملت الايه الماجوكي جرانيلوما دي. طيب الانفستيجيشنز طبعا كي او اتش لقيناها بوزيتيف، الكالتشر طلع ترايكوفايتون روبرم، هو موستلي بتبقى ترايكوفايتون روبرم، ولو عملنا بايوبسي ده هو ترايكوفايتون هنلاقي ايه بقى في الباثولوجي بسرعه بقى دكتوره ساره الله يكرمك عشان الرابط هيفصل. What is this closer up view اهو جرانيلوما، هي اسمها ماجوكي جرانيلوما، دي جرانيلوما عرفنا ازاي انها جرانيلوما فيها هيستيوسايتس، الهيستيوسايتس النيوكليس بتاعتها زي ما احنا شايفين كده بيل وذ فيزيكولار نيوكليولس، ويعني لارج لارج النيوكليس بتاعتها كبيره وفيزيكولار واضحه شفافه ومبينه النيوكليولس اللي جوه زي دي وزي دي وزي دي كلهم اهي نيوكليولس باينه، تمام. ومعاها نيوتروفيلز يعني دي بنسميها ايه سيبريتيف جرانيلوما، دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي بتعمل سيبريتيف جرانيلوما، اتس نوت ذا اونلي وان بس وان اوف ذيم، تمام. فهتدينا سيبريتيف جرانيلوما يبقى دي فعلا ايه ماجوكي جرانيلوما. طيب وات دو يو ثينك هاو كود يو تريت ذس كيس، يعني العيانه جات لك وانت شخصتيها خلاص وعرفتي ان ثلاث أنفة الانفكشن هنا بالترايكوفايتون روبر، ممكن أديها للإتراكونازول، اتراكونازول تمام ممكن for how أديها long والدوز للإتراكونازول هديلها فترة وممكن 1 مانث بقى، ممكن أديها تو تابلت هديلها فترة وممكن 1 مانث بقى ممكن أديها تو تابلت
100 200 you mean صح 200 مللي جرام بير داي لمدة صح المنطقة. اها فور هاو لونج لا 1 مانث اتليست 1 2 مانث مانث احنا فور هنمشيها ويكس زي ما بنمشي الايه الرينج وورم كده من 6 ل 8 اسابيع تمام تمام لانها اصلا ديب انفكشن فاحنا المفروض اولا طبعا ريستريكت البيشنت انها تعمل شيفنج او انها تحط توبيكال ستيرويد او انها تاخد اي اميون سبريسنت وغالبا دول العيانين دول بيبقوا حاطين ستيرويد وجايين لك يعني هم جايين اساسا حاطين توبيكال ستيرويد فتبقى شكلها انكوجنيتو شويه و معايا والتريتمنت بقى بتاعها هيبقى طبعا زي ما الدكتوره ساره قالت اوكي ممكن اتراكونازول ذا بيست تريتمنت ممكن تربينافين ممكن لانه طبعا تربينافين برضو يعني سيستميك انتي فانجل بس اتراكونازول از بريفيرد الجريزي فولف مش موجود اساسا فاحنا ايه مش هنحطه في الاوبشنز يعني بس هو مكتوب يعني اوكي والتوبيكالز مش هتجيب نتيجه لان احنا بنتكلم على حاجه دي فاحنا دي لازم سيستميك واتليست 6 تو 8 ويكس ديوريشن اعتقد ان احنا نفصل قبل ما هو يفصل علينا وندخل ايه على الرابط الجديد من دلوقتي اوكي عشان نبقى وقفنا عند الحلقة الخامسة اوكي ماشي. هاتي بسرعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا جماعة الصوت والشاشة واضحين؟ تمام طيب حد معايا بقى المرة الحلقة تمام الجاية. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دي 1 and half years old female وزي ما احنا شايفين عندها ليجنز على النيز بوث نيز وعلى التوس وعلى النابكن اريا وبيري انجل طيب دكتورة سعاد واحدة واحدة بقى عشان ايه شباب مساء الفل يا جميل كل سنة وانت طيب ايوه مساء واحدة واحدة الخير يا بقى عشان دكتورة ايه زمايلك برضو يفهموا ايه اللي انتي خلاكي فكرتي في الاكروديرماتايس انتيروباثيكا الاول اوصفي لي الليجنز اللي موجودة انا جايبه لك صورة الفيس مع ان هو ما فيش هنا بيري اورال ليجنز بس عشان سبب الهير دي عندها سنة ونص والهير زي ما انتم شايفين كده فيري ثين تمام طيب ده يعني significant لحاجة معينة سكتي ليه دكتورة سعاد كملي دكتورة سعاد جميل ها يا دكتورة سعاد المايك قافل عندك ولا ايه؟ طب حد تاني ايه يا جماعة حد يتكلم لا اله الا الله حد يتكلم اوكي okay. Is it significant الهير ده significant لحاجة ايه يا شباب طيب الليجن اللي على النيه ها اوصفيها لي اي حد يوصفها لي يا دكتوره سعاد انت رحتي فين تعالي يا وفاء تعالي يا وفاء سعاد رجعت تاني الحمد لله ها اتفضلي دكتوره مساء الخير طيب ها قولي لي بقى ايه دكتوره السيجنفكتنس مساء بتاع الخير عفوا الفيلنج قطع والهير اللي موجود الانترنت عندها ده في السكالب السيفير ديفيشنسي والزنك الزنك ديفيشنسي يعني برافو عليكي السيفير طبعا انا ديفيشنسي عايزه بس والزنك اخلي بالك يعني اخلي لكم في اعتباركم ان انتوا لازم لما تفكروا في الاكروديرماتايس انتيروباثيكا يو هاف تو اكزامين ذا سكالب هير ماشي مجرد ما تحاول تشد هي طبعا البيشنت يعني انا شدت لها شعرها بيتشد بمنتهى السهوله اوكي اوكي without any pain
يعني مجرد ما نشد كده بيتشد معانا على طول بمنتهى السهوله without pain. فدي حاجه مهمه في الايه الدايجنوزس، besides ان بيبقى فيه ها ايه الليجن اللي هنا دي السكيلينج مع اريثيماتس اللي هي نقدر سبليكس. نقول عليها سورايسس 4 سورايسس السكيلينج 4 مع اريثيماتس بلس سبليكس ليجن. بايلاترال برافو. سيمتريكال في بس هي مش الاكستنس سورايسس لانها مش المنظر سورايسس فورم بتاع ليجن. السورايسس، يس مش الداسكي ريد كولر، اوكي واكترها كراستيشنز مور ذان بينج سكيلي. يعني اللي موجود هنا كراستيشنز مينينج ان كان برضو فيه فلويد فيزيكلز صغيره اوزنج، تمام؟ يعني مور ايه في فيزيكلز او كده، لان اللي موجود كراستيشن. والليجنز اللي اوكي بيري around the toes و around the fingers برضو نفس المنظر اللي هو ايه الليجن. ايوه السورايسيفورم ليجن psoriasiform lesions. برافو. الليجن ايوه السورايسيفورم بالظبط ليجن كده هي crustaceans. بس الاكثر والليجن اللي في ال كراستيشن periangual area في ال في النابكن with the area crustacean مع erythematous plaques اي defined erythematous plaque. بالظبط كده تمام. well-defined طيب erythematous طب لو احنا plaques فكرنا في حاجة تانية غير مفيش كراستيشن الكراسوعات without غير كراستيشن الأكروديرماتيك تيبيكال، هتحطي لي ايه تاني ديفرنشال؟ بالنسبة للنابكن اريا ممكن النابكن اريا والبيري انجوال بالنسبة اريا. للنابكن بيري اريا انجوال ممكن تفكر في ايه؟ النابكن درماتيتس بيري انجوال نابكن ما تمشيش الكرونيك بيري انجل كوتينيوس نابكن كانديسيس، تمشي تمام بالاضافه. يعني ده لو انت يعني مش متاكد، يعني انت لو حط اوكي ايه كرونيك بيكو كوتينيوس كانديدايس هي افكتس بيري انجوال اريا، تمام؟ وبتيجي طبعا في النابكن اريا، وممكن تيجي في الميوكاس ميمبرانس، وممكن تيجي في السكالب، تمام؟ ويتحط السورايسز لانها يعني اباوت يعني شبهها شويه سورايسي فورم، والسيبريك اوكي ديرماتايتس عشان برضو ايه النابكن اريا او سورايسي الايه فورميشن الفيكشورال اريا الافكت. بس هي دي الحاجات اللي ممكن تفكروا فيها. طيب انا عايزه بقى اوصل لدايجنوزس، هعمل ايه؟ اوكي الالكالاين فوسفاتيز برافو والسيرم زنك. برافو عليكي برافو عليكي. وممكن برضو الالكالاين اعمل بايبس، فوسفاتيز تمام؟ والسيرم والسي بي سي زنك هيبقى فيه انيميا وليكوبينيا. هي كان فيها زنك ديفيشنسي والسيرم الكالاين فوسفاتيز واز ديكريزد، والسي بي سي شود انيميا وليكوبينيا، والبايبسي المنظر اللي احنا شايفينه ده سورايسي فورم بس معاها سبونجيوزز سبونجيوسز في الابر ايبيدرمس، تمام كده؟ فده كاركترستيك سبونجيوسز ايه؟ هما في ثلاث حاجات بيعملوا المنظر ده. احنا مش عايزه الخبط لكم اوكي الدنيا، انا اجيب لكم حاجه منهم برضو، بس مش عايزين ايه مش هنقول ايه هما عشان ايه الحاجه التانية لما تيجي. اوكي فالحاجات اللي شبه بعض هنقولها لما الحاجه التانية تيجي. اوكي طيب يبقى اكودرماتيتس انتيروباثيكا. طيب ايه هي؟ طبعا اتس رير ديس اوكي اوردر دكتور اسوشيتد وذ زنك ديفيشنسي، وهي ممكن تبقى برايمري وممكن تبقى اكوايرد، والبرايمري نتيجه الانهيرتد زنك ترانسبورتر ديفكت، اما الاكوايرد ده بيبقى نتيجه ايه يعني ايه reduced intake او increased demand، حاجه من الاثنين. اوكي او malabsorption زي ما انا قلت. المار اوكي ابسوربشن اي حاجه تعمل malabsorption. اوكي زي مثلا ايه اوكي inflammatory bowel disease، اي حاجه هتعمل malabsorption، ولو ال increase في الديماند او reduction في الانتيك. والزنك موجود فين؟ red meat زنك ليجر ده في الفود يعني. لا 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 انا الزنك بقول في ليجر الفود، يعني هو العيان في ياكل لحوم السمول عشان ما انتستين يبقاش عنده زنك ديفيشنسي، ياكل لحوم حمراء، تمام؟ مينلي يعني اكتر حاجه بيبقى موجود في الايه ريد ميت. طيب الحاجات اللي ممكن تبقى شبهه تدي نفس المنظر بتاع الاكرو يعني سودو اكادمتايس انتيروباثيكا لايك البايوتينيديز ديفيشنسي والاورجانيك اسيد ديفيشنسي والامينو اسيد ديفيشنسي والاسينشال فاتي اسيد ديس اوردرز. الرول اوف زنك بقى يا جماعه اتس اسينشال في الماي از مايكرو نيوترينت، وفي الـ في الـ موجود طبعا اكتر في الهيومن ميلك عن الكاوز ميلك، وعشان كده بيظهر بعد الايه الويننج. لما بتبتدي المادر توقف البريست فيدنج وتبتدي تاكل الطفل، يبتدي الليجنز دي الحاجات دي تبان. لما الزنك بتاعها الزنك اللي جاي من المادرز ميلك بيبقى مغطي، وانس الزنك اللي جاي من الكاوز ميلك بقى يبتدي فيحصل بقى يبان الزنك ديفيشنسي اللي عنده او inability to يعني ايه absorb الزنك، المشكله الايه اللي عنده. وقلنا الميت والشيل فيش والويت جيرم ريتش ان دايتري ريتش دايتري سورسز في الزنك والسيريالز، تمام؟ والحاجات انهبس الابزوربشن بتعمل كالكوليتنج ايجنت، يعني السيريالز عموما هتقلل الابزوربشن بتاعه. لو عيان عنده زنك ديفيشنسي ننصحه ان هو ما ياكلش حاجات سيريالز كتير. الزنك is a part of واحد من 200 ميتالو انزيمز انفولف في السيلولار ميتابوليزم. اوكي
طيب ايه بيشتغل على ايه بقى؟ البرايمري اكويتي، سوري، تو تايبس بتاعته، البرايمري زي ما قلنا والاكوايرد، تمام. وده ممكن يجي مع المالابزوربشن او الانوركسيا نيرفوزا او الالكوهوليك او الالكوهول كونسامشن بعد البيرنز، بعد التروما. وهو ممكن يبقى شبه اللي بيدي الجلوكاجونوما او نيكروليتيك ميجراتوري اريثيما، بتدي نفس الايه الاكوايرد اكروديرماتايز انتيروباتيكا لايك. الكتينيوس فيتشرز ان هي بتيجي زي ما احنا قلنا كده بيري اوريفيشال، وممكن تدي اكسيماتس اور فرايسي فورم ليجنز، ويبقى فيه ريد جلوسي تانج. هي البيشنت دي ما كانش عندها الحقيقه، مش لازم كل حاجه تبقى موجوده فول بلون بيكتشر، لان لو هي لسه في ايرلي مش هيبان كل الكلام ده، احنا لحقناها ايرلي. وممكن يبقى معاها انجلر كيلايتس، ماوث ألسرز، وهيبقى فيه اكستنسور اسبيكتس اوف ذا لمبس تيجي على زي اللي هي يعني على الالبوز والنيز زي ما شفنا كده في البيشنت دي، وتعمل ديفيوز هير لوس، تمام. وممكن بعد كده يحصل سكندري انفكشن زي الكانديدا او السفيلوكوكس اوريوس. النون كيتينيوس سيمتومز البليفر كونجنكتيفايتس، الدايريا، اللوس اوف ابيتايت، الارتابيليتي، البيشنت دي كانت بتعيط على طول على فكره، ديبرست مود، اباثي، بروث فيلير، تمام. لازم الحاجات دي كلها ايه ناخد بالنا منها، ولازم نعمل كوركشن للزنك، وممكن هايبوجوناديزم كمان. هاو تو مانج؟ طبعا الزنك، هنصلح الايه الزنك ديفيشنسي. المفروض الدوز اللي بتتاخد اليمنتال زنك 3 مللي جرام بير كي جي بير داي، تمام. هنشوف الحاجه اللي فيها اللي تدينا يعني الليفل بتاعها 3 مللي بير كي جي بير داي، يعني الكبسوله هتدينا الليفل ده من الحاجات اللي موجوده في السوق ونستخدمها. ويفضل انها تكون اليمنتال زنك ان 220 مللي جرام، ويكون افضل زنك سلفيت مش جلوكونيت، تمام. بس طيب نيكست كيس، دكتوره سعاد معانا؟ سهله والله. ماشي اوكي. دي فيميل 46 years old وليجن on the tongue since birth وانكريزد 6 years ago، يعني هي كانت موجوده بس زادت هي على التنج وعلى اللب، اوكي. تندر وكمبرسبل. شوفي بقيه الصور برضو. اوكي تمام. اللب ليجنز معلش بس الاضاءه ضاربه، بس الليجنز باينه تهيألي قوي وبالذات هنا. ها وات دو يو ثينك؟ اوكي دكتوره، بما انها since birth دكتوره بما انها سنس بيرث، بنفكر بالكمبرسبل بالفاسكولار مالفورميشن مثل او الفينس ليك او الهيمانجيوما. قلت لك حاجه، قلت لك ديفرنشال ديجنوستس او الليمفانجيوما ممكن برضه فينس يعني ابنورماليتي او فينس مالفورميشن. اي في مالفورميشن، بس برضه في حاجه تانية ممكن افكر فيها. الفينا سيك بتبقى بينفول او تندر؟ لا. طيب انا هقول لك حاجه تانية كده برضو يعني اسهل لك المواضيع. هو المفروض ان احنا خدنا هيستوري منها، وهو كان عندها هيماتوريا وبليدنج بير ريكتم، والبليدنج بير ريكتم اكتر يعني الهيماتوريا دي كانت اتشافت بالتست باليوري اناليسيس، انما كان في بليدنج اوكل بلاد بيرك. ها كده سهلت. دكتوره انت تقصدي هي سندرومك يعني مع الفاسكولار مالفورميشن نيفس سندروم، تمام. الفينوس ليك تتحط، ممكن نحط كمان بلو ربر بليب نيفس سيندروم. اوكي بتاعتها مش سينس ايرلي تشايلد هود ولا سينس بيرث، جرانيولار سيل تيومر، بتدي نفس المنظر وبتبقى بينفول. الكابش ساركوما والانجيوليومايوما هتبقى بينفول برضو، تمام. هيبقى فيها فاسكولار اليمنت وليومايوما ماسكولار اليمنت بتبقى بينفول. فممكن الحاجات دي كلها تتحط، بس هي كانت مع البليدنج اللي انا قلت لك عليه والاوكل بلاد، تمشي اكتر مع البلو ربر بليب نيفس. البايوبسي شود دايليتد فينز، تمام. هي ما فيهاش حاجه يعني باثولوجيكالي سيجنيفيكانت غير ان هي دايليتد فينز، تمام. بلو رابر بليب نيفس، تمام. طيب ايه هي البلو رابر بليب نيفس سيندروم؟ It is a condition which is يعني مشكله في vascular element blood vessel do not develop properly، في شكل نيفس، هيبقى ممكن معاها هايبر هيدروزيس في الارياز الافكتد يعني increase sweating فيها،
symptoms هيبقى فيه طبعا pain او tenderness characterized by skin spots الاول، وبتبتدي تكبر مع السن. الاول بتبقى موجوده زي الهيمانجيوما كده، بتبتدي زي يعني ريد سبوتس كده، وبعدين تبتدي تكبر بعد كده في الايه في السايز. الهيمانجيوما في انفانسي نفس الشيء برضه، هتبتدي برضه ايه كفايليشيس او يعني بلو ريد كده سبوتس، وبعدين تبتدي تكبر مع السن. بس الحاجه اللي هيلاحظها العيان الايه، لان غالبا بيبقى معاها بنسبه 70% اسوشيشن في الجي اي تي، فيبقى معاها بليدنج اوكل بلاد بير ريكتم. تمام. ممكن يبقى معاها اسوشيتد انتسسبشن باول انفاركشن، ممكن برضو اسوشيتد ثايرويد باروتيد اوكي اي او ماوث، او يعني سنترال نيرف سيستم انفكشن، او يبقى حاجه في التشست. تمام. فالحاجات دي كلها لازم ندور عليها. المانجمنت بيبقى انها حاجه فاسكولر، ممكن نعملها بالكرايو، ممكن الكترو سكليرو ثيرابي بالسد ليزر او فاسكولار ليزر، يعني سواء بالسد داي ليزر او اندياج او انتنس بالس لايت او سيرجيكال اكسيجن which is the best هنا لانها كبيره شويه. تمام. وفي حته برضو احنا مش هنعرف نتعامل معاها قوي. طيب النكست حد تاني بقى. فاضل حالتين، يعني حد يشيل الحالتين اللي فاضلين. سهلين والله، والله سهلين. هي يا جماعة ده مش امتحان، ده احنا بندردش مع بعض. كل ده رمضان عملوا فيكوا العيد. طيب يا سعاد خلاص ماشي جميل. 50 years old female دكتورة عادي affected with حاجة this مشكلة lesion بكمل on بقى the أكيد. necklace area أوكي بقى لها 5 شهور وasymptomatic. خلينا نشوف بقية الصور اهي اهي، وعلى الدورسة of both hands. قولي لي بقى what do you think؟ دكتورة اللي ممكن أفكر بما إنه في السنة دكتورة اللي ممكن أفكر بما إنه في sun exposed يا area سلام عليكي، يا سلام، وhyperpigmentation برافو عليكي، asymptomatic برافو عليكي. بلاجرا او البلاجرا اللي هو vitamin B خلي بالك كمان deficiency. على الدورسة اوف ذا فيت، نسيت اوريكي الصورة بتاعة الفوت. يعني هي على الدورسة اوف ذا هاندز، دورسة اوف ذا فيت، وعلى النكلس اوكي اريا. تمام. يعني في الفوتو اكسبوز اريز. طيب and يبقى احنا there's some of فعلا yes بلاجرا. okay ممكن برضو حد يقول لي كونتاكت درماتيتس، فوتو كونتاكت او كونتاكت اي حاجة من yes هذا القبيل، بس طبعا الشكل واضح قوي انها مع البلاجرا. تمام. او بايوتين ديفيشنسي برضو اسيمتوماتيك. يعني هي بتقول ان في بيرنينج سنسيشن دكتورة بس وهي موستلي اتس اسيمتوماتيك اسيمتوماتيك، يعني البيرنينج سنسيشن اكتر مع الليجنز اللي في الفوت، اللي في الدورس وذا فوت. البايوبسي شبيه حاجه احنا لسه شايفينها من شويه which is اوكي macro dermatitis enteropathica psoriasis form، وبرضو فيها اديما في الأكرو الابر ديرمز بس ديرماتيتس هنا ليس انتيروباثيكا بروميننت عن بتاعه الاكرو ديرماتيتس انتيروباثيكا. تالتهم بقى، تالتهم مين بقى الشاطر يقول لي؟ نفس المنظر ده برضو باثولوجيكالي، لهم اسبونجيوزيس تالت كده، هم تلاتة كده دايما يتحطوا مع بعض. نيكروليتيك اكرول اريثيما، النيكروليتيك اكرول اريثيما. تمام. التلاتة دول نفس البيوتين المنظر ديفيشن باثولوجيكالي بس مايجريتوري بديزيز، يعني اكريديشن اكيوت اكتر في الاكروديرماتيتس انتيروباثيكا، وكرونيك اكتر في البلاجرا، واللي في النص ما بينهم النيكروليتيك اكرول اريثيما. تمام. طيب البلاجرا طبعا نياسين ديفيشنسي معروف، اوكي، ونتيجه الديفيشنسي اوف كو انزيم نيكوتينامايد ادينين داينيكليتايد، وطبعا معروف ان هي بتدي الايه الفور ديز اللي هم كلينيكالي درماتايتس ديمنشيا دايريا وديث في الاخر بقى. تمام. ده لو ما تلحقش يعني. درماتايتس اوكي. دمنشيا دياريا ممكن تبقى برايمري. تمام. باي كوز باي دايت لو ان نياسين اور تريبتوفين، وممكن تبقى سكندري للالكوهوليزم برضو، ايتينج ديس اوردرز، سيرتن ميديكيشنز زي الايزونايزايد الازاتايبين 5 فلورو يوراسيل، ممكن جاسترو انتستينال ديس اوردرز زي الكرونز، ممكن سيروزز اوف ذا ليفر، كارسينويد تيومر، هارت ناب ديزيز. ده الهارت ناب بقى اللي هيدينا الايه هيبقى معاه البلاجرا لايك اللي هو البايتين ديفيشنسي بقى اكتر. تمام كده. وقلنا الايه 3 ديز اللي هي ممكن يبقى معاهم كمان ايه مايت اند ويز ديث. It's generally diagnosed on the basis of skin manifestations which are much more specific. دايما عادة احنا ايه ما بنلجأش كتير
للانفستيجيشنز، لان احنا بنشخصها، ولما ناخد هيستوري نلاقي العيان ده ما بياكلش قمح كتير، بياكل ذره اكتر، دي ذره اكتر. اوكي الباثولوجي خلاص انا وضحته لكم. المانجمنت طبعا احنا بما اننا عندنا ديفيشنسي في الايه النياسين، يبقى احنا هنديه ايه الحاجات ديفكتيف، تمام، نيكوتينامايد سبلمنتس بريفيرد تو نيكوتين، النيكوتينيك اسيد سوري نيكوتينامايد، as the later can cause intestinal disorders, hyperuricemia, vasomotor disorders. تمام، النيكوتين النيكوتينيك اسيد سوري مش عارفه ايه حكايه النيكوتين ده النيكوتينيك اسيد هيعمل لنا disorders in the form of vasomotor disorders. تمام، يعني يبقى في عند العيان ده كل شويه يجي له ايه فاز ديلاتيشن، ويحصل له ايه شويه ايه هايبر هيدروزز وكلام زي كده، ويتضايق ويبقى فيه فلاشنج وكلام زي كده، ويبقى فيه انتستينال ديس اوردرز عن نيكوتينامايد. الستارتنج دوز بتبقى 100 مللي كل 6 ساعات فولد باي 50 مللي في البدايه، هنعمل له ستارتنج وذ 100 مللي جرام كل 6 ساعات 4 مرات في اليوم، وبعد كده بنخليها 50 مللي جرام كل 8 ساعات وين ذا بيشنت امبروفز، وممكن ندي معاه زنك وبايريدوكسين ومغنيسيوم سابلمنتس. طيب اخر حاله بقى، وبعدين في حاله هتاخدوها انتوا كده تفكروا فيها، دي 43 years old female asymptomatic lesions of 6 months increasing in size and number. تمام، بقى لها 6 شهور وبتزيد في الحجم وفي العدد، زي ما انتوا شايفين طالعه من النوسترل، واضحه ولا لا؟ تمام اوكي. في واحده كمان على الليب اهي، تمام لو خدتي بالك، اه دكتور واضحه، تمام، واحده على الليب والباقيين كلهم طالعين من النوسترل، في على الايلد بوث ايلدز بس هنا صغيره شويه بابيلر وهنا نودولر ليجن. وات دو يو ثينك، او ايه الديفرنشال هتحطيها يا دكتوره سعاد؟ دكتوره دي عفوا الديوريشن كام؟ الديوريشن 6 مانثس. دكتورة دي عفوا الديوريشن كام؟ أجيبهم تاني، أجيب الصور تاني؟ أهي دكتورة، تمام، الليب ممكن أفكر في ال اه آيلت لو حد عايز برضو يتكلم يعني مع دكتورة سعاد أوكي، يعني لو حد له رأي يحب يقوله يعني. ممكن أفكر في برافو، وات إلس؟ الساركيدوسيس دكتورة ممكن نحطه في الدفرنشيال. مايلودوزز، طب which form of مايلودوزز؟ الأمايلودوسيس مالكيتانيوس أمايلودوزز، ده أنواع يعني مالكيتانيوس اللي هي بابيلر كيتانيوس ماكيولر أمايلودوسيس ونوديولر ولايكينويد اللي هو الماكيولر، ها اه دي مين اوكي تاني؟ ماكيولر ونوديولر ولايكن، بس ده this is not the common لا size، not تكون the common size. النودولار. والنودولر هيبقى معاه ايه كمان؟ اه يس، هو في والنودولر في امايلودوز بيبقى معاه ايه كمان؟ الاورجان نفكر في في ايه معاه، اللور لازم ندور لينز. على ايه؟ ايش بس دكتور خلينا نفكر، حلو يعني مفهوم؟ حلو الديسكشن. مونوكلونال جاموباثي، نودولر ممكن يبقى معاه مونوكلونال جاموباثي. طيب طيب وات ايلس ممكن اه يبقى دكتورة معاه؟ ايوه اللي هي الهيماتولوجيكال مالجنسي اللي هي سكندري ايس. الاذر جرانيولوماتيس other granulomatous disorders زي راينوفايما مثلا، ما هي طالعه عندنا الاذر في الصالح. جرانيولوماتيس اوكي ديزيز مثل يعني مثلا لو احنا ممكن نقول راينوفايما. اللوبوسكلاريس. اوكي في يس ناتشورال كيرال سيل تيومر، ده ذس از ذا سايت بتاعها. اوكي اه تمام، اوكي خاصه ان برضو ايه الديوريشن بتاعها مش ايه مش بعيد قوي، والساينونيزل كارسينوما الليمفوما، يعني اه هنفكر بقى اوكي في التيومرز. تمام، لو فكرنا في حاجه انفلاماتوري هنفكر في الساركودوزز والراينوفايما والاذر بقى ايه تيومرز اللي الاوريجين اوكي بتاعها او السايت بتاعها جاي من هنا. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي هنعملها دكتوره سعاد؟ انت فكرتي في الساركيدوزز، برافو عليكي، حلو. هنعمل ايه بقى عشان نشخصها، ساركيدوزز ولا راينوفايما ولا كالسيوم ولا زنك يس كالسيوم؟ برافو، تمام، السيرم كالسيوم والكوستيتري، ايوه والانجيوتنسين كونفرتينج تمام، انزيم اللي هو برافو السيرم. عليك. طيب احنا هنشوف بقى دلوقتي البايبسي الشيست اكس فيها راي ايه، يس الكالر ده بتاع ايه، البينك كالر ده بايبسي جراندوما يا راجل،
تحط الأمايلويد شويه. ديبوزيشن لا دي جرانيلوما تمام، الجرانيات يس ونيكد تيوبل راوند الجرانيلوما جرانيلوما، يعني الهيستوسايتس فيها كتير، الليمفوسايتس فيها قليله. يس يس ذس الساركودوزيس زي ما انت قلتي في الاول، يس برافو عليك. هو الكالر ده يا جماعه عشان ما نغلطش فيه تاني تمام، الفليش كالر ده بتاع الساركودوزيس تمام، واضح قوي المنظر ده، وبتبقى كونسيستنسي بتاعتها رابري شويه كده. اوكي طيب خلاص احنا شخصناها ساركودوزس، اوكي باي بايبسي. هنعمل ايه بقى؟ نعالجها ازاي؟ انا هقول لك الشيست اكس راي طلع بوزيتيف، هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ يا دكتورة سعاد الصوت راح فين يا شباب؟ حد يقول لنا المانجمنت. حد يقول لنا المانجمنت يا شباب. طيب اقول انا، اوكي بما ان في chest x-ray يعني lung affection، يبقى احنا كده محتاجين ندي سيستميك. السيستميك في الساركودوزز هنا هندي هيدروكسي كلوروكين، اوكي وطبعا اكيد لازم هيبقى في معانا حد يعني حد بتاع بالمونري يعني دكتور chest هيبقى معانا، مش احنا لوحدينا اللي هنتعامل مع الحالة دي. اوكي وممكن ندي معاها حاجة زي ايه، الاميوران ماشي، او الميثوتريكسيت يعني وات ايفر بقى الاميونو سبريسنت اللي هيمشي مع العيان بعد الانفستيجيشنز، ودي هتاخد العلاج ده فور هاو لونج، ات ليست 6 مانثس تمام. طيب الكيس تو ثينك اوف بقى، لان انتوا شكلكم النهارده نايمين خالص محدش يتكلم، بس خدوا يعني فكره كده عن الحاله، والمره الجايه ان شاء الله اذا ربنا احيانا نتناقش فيها. دي 31 years old female lesions on the nose of 8 months duration زي ما انتوا شايفين، another lesion على left cheek يعني في واحدة في النوز واحدة على left cheek، والسكالب زي ما احنا شايفين كده تمام، وده الديرموسكوبي بتاعها. مطلوب منكو ايه بقى؟ ال provisional diagnosis، ال investigations وال suggested treatment. finally thank you، اشوفكم على خير ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم، شكرا دكتورة، مع السلامة. شكرا دكتور.